اتفضلي يا حبيبتي. لحضرة الشيخ، أنا جوزي كان في حصل مشكلة بس مع أهل البيت وكده، فحلف عليا لو روحتي نقلتي كلام عند مامتك تبقي محرمة عليا زي أمي وأختي. فبعدين أنا يعني ما كنتش قلت الكلام اللي أمه قالت له عليه ده، فجيت بعدها بقول له هو أنت عارف معنى الحلفان اللي أنت حلفت عليا ده إيه؟ قال لي لأ. بقول له لأ إزاي؟ قال لي أنا حلفت كده وخلاص علشان أراضي أمي وخلاص. فبعدين قلت له لازم نعمل كفارة يمين، ودفعنا 1000 جنيه. قلتي؟ طبعا لا انا ما قلتش. طبعا، مش هي اللي في ايديها العصمه بجد؟ ما هي بالتالي هي اللي بتتصل بيه دلوقتي. ما هي لو مش في ايديها العصمه وهي الراجل كانت اتصلت. لا هي وانا سابق، انا سايب الكلام من الاول، لان انا اصلا ما بطيقش تليفوني يجيني كده. ليه يا جماعه؟ ايمان الظهار او الطلاق لا تسمع الا من الرجل. الراجل لا اللي يا يسأل. فضيلة اسمعيني الشيخ، استنى بس، خلينا نسمعها بس. سألت وعرفت، ما ينفعش انت تسألي شرعا، ما ينفعش تسألي. هسألك سؤال بسيط يا ستي الأخت الكريمة، قال لك اليمين ده اسمه ايه؟ إظهار. اسمه ايه؟ إظهار. إظهار؟ لا، ده الإظهار ده حكم من أحكام التجويد، ده اسمه ظهار. ولازم إظهار. نرجع فيه للزوج يا فندم، علشان نرجع فيه للزوج عشان نعرف الأمر متعلق بأنهي وقع وبأنهي نية وايه الحكم. يعني هو بص يا اسماء، هو فضيله الشيخ يقصد ان هو بيسال الزوج على شويه تفاصيل. وبعدين ده في نقطه اهم داخليه جواه. لا، هو ده قبل يا ستي اسماء، ده في نقطه اهم. هي راحت اطعمت، ربنا ما قالش اطعم الاول. هو انت عملتي ده في ترتيب، انت اطعمتي عملتي حاجه ما بتقول لك دفعت 1000 جنيه. لا انا ما سمعتش اطعام، انا سمعت دفعت 1000 جنيه اطعام، صح يا اسماء؟ ايوه دفعت فلوس. طيب المفروض هنا سيدنا الشيخ بيجيبه الاول، يسمع منه، يجيبه هو ويسمع منه الواقع بكاملها ويعرف اليمين الاول وقع ولا ما وقعش. طب لو وقع يبقى ايه الكفاره؟ بس هو تحرمي عليا زي امي. أيوة واختي، كانه قال لها انت طالق. اصله علقوا على شرط يا استاذه. ماشي، انا اصلا كانها طالق. ده انيل من الطلاق بحبتين. ازاي بقى؟ بس ليه حل. يعني هو ليه كفاره، بس كفاره شديده جدا واصله لحضرتك، لكن القصه هنا هي ما نقلتش الكلام. طب كفرت ليه؟ ما انا عشان كده سالتها. طيب انا ما لحقتش اسمعها. هي معانا ولا قفلتي؟ معايا حضرتك. اسماء، انت نقلتي كلام؟ لا ما نقلتش الكلام. طيب امال ليه رحتي كفرتي؟ شفتي بقى، عشان كده لازم الزوج. عشان كده هو قال لي علشان لو يعني انا مثلا لو في عندي مشكله ما اقدرش احكيها لامي كمان، يعني لو في حاجه بعد كده حصلت. يعني انت تقصدي انه يسقط اليمين يعني اللي قاله. طيب حاضر يا اسماء. برضك بالراحه على الناس شويه. لا لا لا، اصل بالراحه على الناس شويه، هيطفشوا ومش هيتصلوا بينا تاني. لا 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 برضك، لا، اذا كان اللي هيطفش اللي هيسال عن يمين الطلاق او الظهار، انا بقول لكل الناس اللي بتتصل بيا على التليفون على الهوا، اللي بيبعت لي على الواتساب، انا دايما اجيب اقول لا اجيبه في الطلاق، لا افتي في الطلاق، مش الحمد لله عن ضعف، انما لا يا جماعه اعيدوا الحقوق لاصحابها عشان النوايا والحاجات واللي هو كان يقصد ايه. الراجل يسال. وبعدين في نقطه خدي بالك، المراه كذابه، الشرع قال كده. ليه؟ ليها نفع. انت بهدلتنا النهارده. لا والله ليها نفع، اسمعيني، ليها نفع وليها مؤخر، متهمه عندنا. طب نجيب الراجل، الراجل هي تقول قال لي انت طالق، يقول ايه؟ انا قلت على الطلاق. طب ده حكمين مختلفين. طبعا طبعا طبعا. تحرمي عليا زي امي واختي، يقول لي لا يا عم الشيخ، ده انا كنت بقول لها هحرمك. شفت الهيه دي؟ الحرف الهيه دي. الهيه دي ايه؟ واحد بيوعدك، واحد نفذ. ها، جبت لك ميه، هجيب لك ميه. جبت لك ميه دي بقى ممكن جبتها ودلقتها، جبتها يبقى جت، انما هجيب لك. ففي احكام يا جماعه احنا ما ينفعش لا تتسمع على الهوا، المسائل الشخصيه ما تطرحش على الهوا، بيوت الغرف النوم ما تطرحش على الهواء. طبعا ولا حتى ليا انا في التليفون، لازم الزوج اللي يسال. وانا ما بقولش في التليفون كمان، اقول له لازم قدام